رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم عن بعد وفي مستهل الجلسة رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه والى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك سائلا المولى جلت قدرته ان يعيد هذه المناسبه عليهما حفظهما الله وعلى ابناء البحرين والامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والمسرات ثم نوه المجلس بافق التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذيه والتشريعيه وعملهما التكاملين نحو مزيد من الانجاز في مسارات التقدم والتنميه لصالح الوطن والمواطن معربا المجلس عن الشكر والتقدير للدور الذي يضطلع به مجلس الشورى والنواب واسهاماتهما ضمن الجهود الوطنيه التي تستهدف مصلحه الوطن وابنائه وذلك بمناسبة صدور الامر الملكي السامي بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب. بعدها شدد مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية واخذ التطعيم لما لهما من دور مهم في تقليل حدة انتشار الفيروس وهما خير داعم للجهود الوطنية للعاملين في الصفوف الامامية من الكوادر الطبية والتمريضية. وذلك في ضوء إشادة المجلس بدور الكوادر التمريضية وإسهاماتها بمناسبة اليوم العالمي للتمريض بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن أصدق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي شهيد الواجب العريف عمار إبراهيم عيسى سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء ويمن بالشفاء العاجل على المصابين واكد المجلس اتخاذ الاجراءات التي وجه بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لسرعه تقديم كل من يثبت تورطه في الحادث الى العداله ثم اعرب مجلس الوزراء عن قلقه الشديد ازاء احداث العنف التي شهدتها القدس ودعا المجلس السلطات الاسرائيليه الى وقف اي ممارسات تؤدي الى تصعيد التوتر والاحتقان كما اكد المجلس على ضروره الحفاظ على الهويه التاريخيه للقدس لتجنب انجراف المنطقه الى مستويات جديده من عدم الاستقرار وتهديد السلم بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجه على جدول اعماله وقرر ما يلي: اولا الموافقه على المذكرات التاليه: مذكره اللجنه التنسيقيه بشان التقويم الموحد للفعاليات في مملكه البحرين لعام 2021 بهدف توحيد الجهود التنظيميه وتوفير الاحتياجات والدعم اللوجستي اللازم لهذه الفعاليات. مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على عشرة اقتراحات برغبة واقتراح بقانون مقدمين من مجلس النواب. ثم استعرض المجلس الموضوعين التاليين. مذكرة سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وجمهورية البوسنة والهرسك. مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن أهم مؤشرات السجلات التجارية والتي أظهرت زيادة عدد السجلات الصادرة خلال الربع الأول من عام 2021.